مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. أطفال صحفي معتقل في صنعاء يبحثون عنه في هاتف والدتهم. إيران لا تستطيع إغلاق مضيق هرمز أكثر من أيام قليلة. وفي الأخبار المنوعة، خلاف حاد في ألمانيا سببه العنصرية ضد الغربان. كل الأسلحة التي بحوزة الحوثيين تذكر اليمنيين بمن منح الميليشيا تلك الأسلحة ومن استوردها تحت هذا المسمى حماية اليمن ثم سلمها لمن يدمر اليمن، وكل يوم يتم العثور على نوع من تلك الأسلحة، حيث جاء في موقع المصدر أونلاين بينها منصات صواريخ متحركة. القوات الحكومية تستعيد أسلحة وآليات خلال معارك شمال غربي اليمن. وقال الموقع إن القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة شمال غرب اليمن تمكنت خلال الأيام الماضية من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والآليات العسكرية من ميليشيا الحوثي خلال معارك سيطرت فيها على مناطق في جبهتي عبس وشرق مدينة حرط. وبحسب المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، فإنما تم السيطرة عليه هي 5 عربات عسكرية على متنها منصات صواريخ متحركة ومدافع هاوزر وعيار 85 ومدفع 100 ميلي ومدفع 105 وصواريخ مضادة للدروع ومدفع هاون 120. كمية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، منها قناصات بالإضافة إلى الذخائر المختلفة، ونفذت القوات الحكومية بدعم من قوات التحالف العربي مطلع الأسبوع الماضي عملية عسكرية واسعة ومباغتة على مواقع مسلحي جماعة الحوثي، وسيطرت خلالها على مزارع النسيم وعدد من القرى. 5 سنوات من المعاناة والفقدان وفقدان حنان الأبوة والعيش التي يعيشها أطفال وعدد من الصحفيين المختطفين في السجون الحوثيين بصنعاء، منهم أطفال توفيق المنصوري الذي تحدث عنهم موقع يمن ستوري في تقرير بعنوان أطفال المنصوري 5 سنوات من الانتظار لوالدهم المغيب في السجون. وقال الموقع إن توفيق المنصوري البالغ من العمر 30 عاما واحد من العشرة الصحفيين، وقد كان يعمل في صحيفة المصدر اليومية، وقصته هي إحدى القصص المحزنة التي خلفتها الحرب. وقال الموقع كل ليلة ينتظر أطفال توفيق الثلاثة عودته وأعينهم تفيض من الدمع، وكلما خرجوا في زيارة أو وقفة احتجاجية أمام المعتقلات وأقسام الشرطة في صنعاء يتساءلون عن الذنب الذي اقترفه والدهم حتى يعاقب ويغيب كل هذه السنوات. سؤال الأطفال الذي لا تستطيع والدتهم الإجابة عليه، وهي تعرف أنه لا ذنب لزوجها سوى أنه كان صحفيا ولم يحمل بندقية أو يرتكب جريمة حتى يسجن ويعذب بتهم تم تلفيقها له بسبب الحرب. يشتاق الأطفال الثلاثة لوالدهم ولا يجدون شيئا يمكنه أن يسد الفراغ الذي عاشوه جراء الغياب. يلجؤون من حين إلى آخر لتصفح هاتف والدتهم، يقبلون صوره عشرات المرات دون ملل أو كلل، وقلوبهم يعتصرها الحنين والشوق للغائب الذي طال انتظاره. رسائل الحوثيين قد تشير إلى أسلوب استهداف معين تحت هذا العنوان، كتبت إلينا ديلوجر مقالها المنشور في موقع معهد واشنطن وجاء في بعض فقراته. على الرغم من أن الحوثيين ألفوا روايات مرتكزة على شكاوى محددة، يفسر العديد من المراقبين الخارجيين الهجمات الأخيرة للحوثيين على أنها بالأحرى جزء من سلسلة عمليات معرقلة تقودها إيران في شبه الجزيرة العربية. فقد وقع هجوم أبها قبل يوم واحد من تعرض سفينتين لهجوم في خليج عمان، وبالمثل وقع الهجوم على خط الأنابيب بعد يوم واحد من ضرب 4 سفن في خليج عمان في عملية تعزى بشكل واسع إلى إيران. وقد تقدم الأساليب الخطابية الحوثية أيضا فرصا للمفاوضين من خلال إلقاء الضوء على المطالب الأساسية للحوثيين، مثل رفع الحصار الاقتصادي ودفع الرواتب وفتح مطار صنعاء. بالإضافة إلى ذلك،
تشير حجة الدفاع عن النفس التي يقدمها الحوثيون إلى أنهم قد يحدون من هجماتهم الخارجية أو يوقفونها إذا تم التفاوض على وقف التصعيد في اليمن. ولطالما دعا كل من التحالف بقيادة السعودية والحوثيون إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، إلا أن كليهما عمدا إلى التصعيد العسكري عند انهيار المحادثات. فمنذ منتصف أيار مايو أثار البعض تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث استعادة الثقة محليا بعد أن أعربت حكومة هادي عن مخاوف جدية بشأن تنفيذه لاتفاقية ستوكهولم. ويقينا أن التهدئة في اليمن والمنطقة الأوسع تستوجب التركيز مجددا على العملية السياسية، ويعتبر دعم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات للمبعوث الخاص للأمم المتحدة جريفيث ذلك الدعم الذي أعيد التأكيد عليه مؤخرا نقطة انطلاق في هذا الاتجاه. يجب على الولايات المتحدة الاعتماد حاليا على حلفائها الإقليميين للتأثير على حكومة هادي والحوثيين من أجل إعادة الالتزام بهذه العملية السياسية. بعد 4 أعوام من الحرب في اليمن برزت تغيرات كثيرة على كل المستويات، ربما أبرزها تراجع حضور عدد من الجماعات المتشددة المتعددة الأوجه والاتجاهات، والتي أسهمت في تصاعد حدة التطرف الديني ليصبح ظاهرة ملموسة في البلد. ويعنون موقع المشاهد نت: التطرف الديني يخوض معركته مع الفن. وقال الموقع إن بعض القوى الدينية ذهبت إلى خوض معركتها الخاصة وفق إجراءات متتالية ومدروسة لتعزيز سلطتها في حربها ضد الفنانين والمثقفين، وذلك باعتبارهم النقيضة لأطروحاتها وأيديولوجياتها المتطرفة والعقبة المستقبلية أمامها، كما حدث مع فيلم 10 أيام قبل الزفة إذ وقفت القوى المتطرفة دينيا ضد عرضه في محافظة تعز، كما وقف متطرفون في تعز ضد البرامج الثقافية والترفيهية للأهالي والتي كان مكتب الثقافة قد أعلن عن إقامتها. أرجع مدير مكتب الثقافة في تعز عبد الخالق سيف سبب فشل تنفيذ تلك البرامج إلى حملات التحريض والتهديد التي شنتها قوى دينية متطرفة في المدينة تحت يافطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحياة الجديدة في اليمن يمكن أيضا أن تجلب معها مأساة كبيرة لعائلة بأكملها، هكذا تقول منظمة اليونيسف والتي أعلنت بحسب موقع قناة بلقيس أن 1 و6 مواليد يموتون كل ساعتين في اليمن بسبب المضاعفات أثناء الحمل أو الولادة، وذلك بعد عقود من تراجع التنمية جراء سنوات من القتال العنيف الذي أضعف الخدمات العامة الأساسية بما فيها الرعاية الصحية للأمهات والرضع، حيث أضحت على شفا الانهيار التام. المديرة التنفيذية للمنظمة هنريتا فور قالت إن جلب الحياة إلى العالم في اليمن يمكن أن يتحول في كثير من الأحيان إلى مأساة لعائلات بأكملها. وبحسب بيان المنظمة أمس الذي تناول الأمومة والأبوة في ظل الصراع في اليمن، فإن معدل وفيات الأمهات ارتفع بشكل حاد منذ تصاعد النزاع من 5 وفيات للأمهات في اليوم عام 2013 إلى 12 وفاة بين الأمهات يوميا عام 2018، وتموت امرأة من بين كل 260 أثناء الحمل والولادة، إذ تحدث 3 ولادات فقط من بين كل 10 في المرافق الصحية، كما يموت طفل واحد من بين 37 مولودا في الشهر الأول من الحياة. بالإضافة إلى ذلك تنجب واحدة من بين كل 15 فتاة مراهقة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما. المجتمع الدولي والقيم السياسية المبتورة، تحت هذا العنوان كتب لطفي العبيدي مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي. متابع. رغم أن سيادة الدول وحقوق الشعوب مؤكدة على النطاق العالمي، إلا أن خرق المواثيق الدولية التي تدعو لها يجري بوتيرة متسارعة ويتسبب في مشكلات المجتمع الدولي المعاصر. فهناك دول لا تدفع في اتجاه السلم والأمن العالميين، وهي أبعد ما تكون عن القيم والمعايير الجوهرية للمجتمع الدولي المعاصر. تنتهك سيادة الدول وتتدخل في شؤون غيرها ولا تحترم حق تقرير المصير. بهذا المعنى يحوي المجتمع الدولي العالمي أكثر من أي وقت سابق ما يوصف بالفوضى المعيارية من الحقوق والمسؤوليات اللامتبادلة، وهو ما لم تكن تحويه المجتمعات الدولية السابقة المؤلفة من دول متفاوتة بدورها في مستويات التقدم. وقد أدى التفاوت الاقتصادي والاجتماعي الكبير الحاصل في السنوات الأخيرة
إلى بروز نظرية وتطبيق. يرى أمثال روبرت إتش جاكسون أنها فارقة لم يسبق لها مثيل، خاصة على صعيد المعونات الدولية، حيث تدعى الدول الغنية بموجبها إلى تخفيف وطأة الفقر ومساعدة الدول المحتاجة. ولكن هذا الأمر أدى بدوره إلى تغيير المفاهيم الأخلاقية للمجتمع الدولي من المفهوم القديم المستند إلى مبدأي الاعتماد على الذات والمعاملة بالمثل إلى المفهوم الجديد الذي أصبح يستند إلى ممارسة الاعتماد على الإحسان الدولي وتغييب المعاملة بالمثل ومنطق الندية، خاصة حين يتعلق الأمر بالدول النامية والفقيرة. وهنا تحديدا بدأ يتجلى بعض من مظاهر أخرى للاستعباد والسيطرة ومصادرة القرار الوطني تحت وطأة المساعدات الخارجية المكبلة في أبجدياتها. استمرت أصداء حادثة تفجير ناقلتي نفط في خليج عمان بالهيمنة لليوم الثاني على التوالي على اهتمامات الصحف البريطانية التي كرست لها العديد من مقالات الرأي والتحليل، فضلا عن تقارير مراسليها. ونشرت صحيفة الاندبندنت مقالا تحليليا تحت عنوان الصراع قد ينتشر في عموم المنطقة، ويرى كاتب المقال جون كيمب إن حادثة الخليج أو خليج عمان قد تسهم في إشعال فتيل النزاع والحرب في المنطقة بأكملها. ويقول الكاتب إنه رغم التهديدات التي كانت وما زالت تتوعد بها إيران الولايات المتحدة، فإنها إذا أرادت إغلاق مضيق هرمز فلن يستمر هذا الإغلاق أكثر من أيام قليلة، لأن ما سيحدث بعد ذلك أمر آخر وفقا للمقال الذي ترجمته البي بي سي. الإغلاق سيدفع واشنطن إلى التدخل العسكري لفتح الممر المائي المهم. ويستمر المقال في افتراض أنه حتى لو قامت الولايات المتحدة بحراسة ومرافقة كل السفن والناقلات التي تمر من المضيق، فإن إيران لن تكون قادرة على عرقلة هذه السفن أو التعرض لها، لأنها تحاول أصلا تفادي المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة وجها لوجه. أين ذهب طاقم السفينة التي تعرضت لهجوم قبل أيام في خليج عمان؟ وفقا لتقرير في صحيفة الغارديان، فإن الولايات المتحدة تتهم إيران باحتجاز طاقم الناقلة النرويجية التي أصيبت في خليج عمان. ويورد التقرير عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم إن طاقم السفينة النرويجية المؤلف من 11 روسيا و11 فلبيا وجورجي واحد قيد الاحتجاز، في حين تقول السلطات الإيرانية إنها تحتجزهم فقط لحين التأكد من أن الوضع آمن بالنسبة لهم لكي يعودوا إلى ناقلتهم. كما تطرقت الصحيفة إلى نتائج زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإيران، وقالت لقد قدر لها أن تكون واحدة من أسوأ جهود الوساطة في الوقت الراهن. إذ ظهر آبي الذي يزور إيران كأول مسؤول رفيع منذ 40 عاما وكأنه يتلقى توبيخا من المرشد الأعلى لإيران، وزاد الطين بلة حيث أو حادث تفجير الناقلة اليابانية. ويمضي التقرير ليوضح كيف أن خامنئي استدعى كاميرات التلفزة لحضور اللقاء ليوضح للعالم أن الغرض من الزيارة هو إيصال رسالة من الرئيس الأمريكي لإيران، وأنه أضاع وقته بينما ترامب قد وضع رئيس الوزراء في موقف لا يحسد عليه عندما قال إنه لا علاقة له بالزيارة وإنه لم يطلب منه إيصال رسالة إلى أحد وإنه اندفع في ذلك بفعل نواياه الحسنة. في فقرة ترجمة الصحافة الفرنسية الخاصة بقناة بلقيس نطالع أجزاء من افتتاحية صحيفة لوموند والتي تحدثت عن إمكانية نشوب حرب في المنطقة العربية. الهجمات على ناقلات النفط في بحر العرب تصعيد خطير، إنه يزيد من التوتر حول الخليج العربي الذي يمر عبره خمس إنتاج العالم من النفط، وهي تنذر عن زيادة انتشار الولايات المتحدة العسكري في المنطقة على خلفية المواجهة بين إيران من جانب واشنطن وحلفائها الإقليميين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من جانب آخر. هذه الهجمات لم تقتل أو تعطل سوق النفط، لكنها تذكر ببدايات حرب الناقلات التي اندلعت خلال الصراع بين إيران والعراق منذ عام 1980 إلى عام 1988، وقد عزت واشنطن عملية الخميس إلى طهران ونشرت شريط فيديو يزعم أنه يظهر أن طاقم زورق إيراني كان يزيل لغما لم ينفجر على جانب إحدى الناقلات التي تعرضت للهجوم، وقد دعت الأمم المتحدة بحذر لإجراء تحقيق مستقل. وإن بقيت طبيعة وأصل هذه الهجمات الجديدة محل تساؤل، فإن منطقة التصعيد في العمل واضح،
في الواقع تواجه إيران حربا اقتصادية من قبل الولايات المتحدة التي أخضعت البلاد لعقوبات غير مسبوقة منذ انسحابها من الاتفاق النووي الدولي في مايو عام 2018. من المفترض أن تجبر استراتيجية الضغط الأقصى طهران على تقليص طموحاتها النووية وبرنامجها البالستي ولعب نفوذها الإقليمي بشكل كبير. في الواقع إنها تهدف إلى تحقيق انهيار النظام الإيراني الذي يناضل من أجل بقائه. بالنسبة للقادة الإيرانيين، هناك حاجة ملحة بأن يظهروا لواشنطن أن هذا الضغط وكذلك التدخل العسكري المحتمل له ثمن باهظ. هذا هو سبب تزايد نقاط الاحتكاك في المنطقة. ستتأكد طهران بعد ذلك من معاناتها إثر عقوبات الأمم المتحدة وشركائها الاقتصاديين الأوروبيين، لكنها ستشعر أنه ليس لديها خيار آخر. وصلت كراهية البعض للغربان في ألمانيا إلى قيام أحد المزارعين بتعليقها على مشنقة ليطرد أقرانها من حقوله، ما تسبب في خلاف حاد بين محبي الغربان وأكارهيها. وعنون موقع الدي دبليو الألماني: خلاف حاد في ألمانيا سببه الغربان. والخلاف أيضا كان بسبب التسمية التي أطلقها المزارعون على الغربان التي تهاجم البذور، حيث قالت ماريا يورجنس المتحدثة باسم الرابطة الألمانية لحماية الغربان التابعة للاتحاد الألماني لحماية الطبيعة: مجرد تسمية الغربان باسم غراب البذور هو في حد ذاته حكم مسبق ضد الغربان. ووفقا لجورجنس، فرغم أن الغربان تلتهم البذور، هي أيضا تركز على البحث عن الحشرات الضارة في الحقول بما يحقق فائدة للمزارع أيضا. ووفقا للموقع، فإن الخلاف بشأن الغربان في ألمانيا ليس جديدا، حيث حاولت هيئة حماية البيئة بولاية بادن-فورتنبرغ جنوب ألمانيا من قبل التوسط بين محبي الغربان وكارهيها وتشجيع التعايش بين الغربان والإنسان. ووفقا لهيئة حماية البيئة التابعة لولاية بافاريا، فإن توزيع الأعداد الغربان بين الولايات الألمانية ليس موحدا، حيث ازدادت أعداد غربان البذور في ولاية بافاريا من 600 إلى أكثر من 8000 غراب. عادت المشكلة للنقاش بعد قيام مزارع في منطقة أوجزبورغ بتعليق غراب نافق أو غربان نافقة في مشانق ليطرد أقرانها من حقوله، مما جعل متحدثا من رابطة حماية الحيوان يصف هذا النوع من الاستعراض بالإثم. تخطط وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لإعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر بحلول عام 2024، ولكن كم ستبلغ تكلفة ذلك؟ تجيب صحيفة الشرق الأوسط أن التكلفة ستتراوح بين 20 و30 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وينجم عن هذا الموضوع إضافة تتراوح بين 4 مليارات دولار و6 مليارات دولار سنويا إلى ميزانية الوكالة، التي من المتوقع أن تكون بالفعل نحو 20 مليار دولار سنويا. تقول الصحيفة أيضا إن هذه المرة الأولى التي تفصح فيها ناسا عن تقديراتها الإجمالية المتعلقة بتكلفة برنامجها الخاص بالقمر الذي يسمى أرتميس. ومن المتوقع أن ترسل ناسا رائدة ورائدة فضاء إلى سطح القمر لأول مرة منذ نصف قرن، والهدف العام لبرنامج أرتميس هو تأسيس وجود مستدام على سطح القمر. مدير ناسا جيم بيردنشتاين قال: رحلة الفضاء هذه يمكن أن تكون خطرة ولا يمكن التنبؤ بنتائجها، لذلك من المستحيل عمليا وضع تكلفة دقيقة وواضحة لهذه المهمة. وأضاف: نحن نتفاوض داخل الإدارة ونتحدث مع المجلس الوطني للفضاء، وبمجرد التوصل إلى قرار داخلي موحد سنقوم بالتأكد من أن أعضاء الكونغرس مهتمون بالأمر ومستعدون لدعم هذا الجهد. هل تحتاج الديمقراطية إلى الإنسانيات؟ للرد على هذا السؤال كتبت أمال موسى مقالها في الشرق الأوسط مضيفة: تتأكد سلامة الديمقراطية عندما ننطلق في بناء الإنسان العربي من الداخل ومن وجدانه وعقله وروحه. نبني تمثلاته للأشياء ونصنع له مخيالاً متجدداً بإطلاق العنان للإنسانيات والاجتماع كي يفعل فعله بالفهم والتفسير والمعاني والأفكار والتفاصيل والفنون والإبداع. صقل الإنسان العربي بشكل يقربه من نفسه وغيره
ومن ضعفه ومن قوته يجعله فردا متوازنا وفي حالة نفسية صحية تمكنه من حسن العطاء ومن حسن تأدية الأدوار في المجتمع. بمعنى آخر، فإن الإنسانيات تعتني بالإنسان فينا الذي هو رهان الديمقراطية السلمية، ومتى حصل انحراف في الفرد انحرفت الديمقراطية ألياً. طبعاً الديمقراطية في عوز أيضاً للتقنية والعلوم الصحيحة والتجريبية، لأنها عنوان الذكاء والابتكار وقدرة الفرد على تيسير شؤون الحياة وجعل ما كان مستحيلاً ممكناً، بل أنها تكشف قدرة الخيال العلمي على تحقيق الأحلام وقهر الصعوبات، مع العلم أن الثقافة المشجعة للإنسان التي تحفز قدراته وتسهل انبثاق الطموح هي ثقافة من نتاج الرهان على الإنسانيات والاستفادة منها في عملية تجديد بناء الإنسان، كما أنها تفتح طرقا مثمرة للثروة والتنمية والرخاء، وهي طرق تقلل من ظواهر الفساد المهددة لسلامة الديمقراطية. إذن الديمقراطية ممكنة جدا وليست خدعة أو شعارا، ولكن الصعب في بلداننا هو ضمان نموها وسلامتها المشروطة أولا بالإنسانيات وثانيا بالعلوم والتقنية. فالديمقراطية تحتاج إلى الإنسانيات، ونحن أصبحنا نعتقد أن الإنسانيات فات زمانها وانقضى. تتحدث الصورة عن وجوه أغلبها طفولي تحكي واقع الأرض التي يعيشون عليها، وربما تحمل الكثير من المشاعر والدهشة. نتابع بعض هذه الصور من صحيفة الديلي تيليغراف. فن الكاريكاتير الذي يختصر آلاف العبارات تعلق صورة في الذاكرة، حيث تعبر رسمة واحدة منه عن أحداث مختلفة عجزت الكلمات عن التعبير عنها. بهذه المجموعة من الصور والرسوم والأخبار وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.